عسلية عيونك عسلية ورموشها حرير ترارارارارا والشعر غزايل غجرية وانا فيها اسير وخدود يا ملك على رقتهم ترم بالتأكيد تعلمون أنه السيد الرئيس أبو مازن سيقدم الطلب طلب الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية. نعتقد بأن سيكون له صدى إيجابي عن شعبنا الفلسطيني. ننتظر اليوم التفاعل لجماهير الشعب الفلسطيني التي هجرت قسرا من فلسطين مع هذه الخطوة التاريخية التي تقودها القيادة الفلسطينية. ستستمع الجمعية إلى كلمة فخامة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. حان الأوان أن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله. حان الوقت أن تنتهي معاناته ومحنة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، وأن ينتهي تشريدهم وأن ينالوا حقوقهم. وفي وقت تؤكد الشعوب العربية سعيها للديمقراطية فيما عرف بالربيع العربي، فقد دقت أيضاً ساعة الربيع الفلسطيني، ساعة الاستقلال.